السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن صح الانترفيو. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في بارت 2 من حلقات الانترفيو. والمرة اللي فاتت في بارت 1 اتكلمنا عن الانترفيو questions، كان معانا 11 سؤال، ياريت تراجعوهم، هتلاقوا اللينك ان شاء الله تحت في الكومنتس. ال 11 سؤال دول احنا مش محتاجينك انك تحفظ الاجابات عشان لما تدخل انترفيو تعرف تجاوب، ده مش اختبار. احنا بنقولك الاسئله علشان تكون مستعد بطريقتك، يعني مفيش اجابه صحيحه واجابه خطا، في اجابه ممتازه وفي اجابه مش مقنعه، يعني هي دي بس الفكره. وزي ما قلنا المره اللي فاتت كان السؤال الاخير او يمكن في الثانكينج بتاع الانترفيور كانوا بيقولوا لك Thank you and if you have any questions please go ahead. If you have any questions. فطبعا انت مش دايما بيكون عندك اسئله في نهايه الانترفيو، احيانا بتبقى انت رايح تعمل مقابله وانت عارف الاوفر اللي عندهم ده كل التفاصيل بتاعته، فبتبقاش محتاج انك تسال تقول لهم كام الراتب ولا هنشتغل كام شهر في السنه ولا الكلام ده كله، يعني الحاجات دي بتبقى معروفة من قبل انت ما تروح. ويفضل انك تقول لهم I know everything about the job, I don't have any questions actually. لكن لو انت رايح مكان ما انتش عارف الأوفر بتاعه، ما انتش عارف الموضوع عندهم ايه بالظبط، تبدأ تسأل شوية أسئلة. ايه هي الأسئلة دي؟ أول حاجة بتسأل عن الجوب ديسكريبشن. الجوب ديسكريبشن اللي هو وصف الوظيفة، يعني انت بتقول لهم What kind of work I'm gonna do، ايه بالظبط الوظائف او المهام اللي انا هشتغلها. تاني حاجة ممكن تسأل عنها هي موضوع السالري، هل هو نت سالري ولا جروس سالري او باكج سالري، راتب صافي غير البدلات ولا هو كله على بعضه باكج. تالت حاجة ممكن تسأل عنها هي الورك تايم، من امتى لامتى، وتسأل كمان عن الفاكيشنز، يعني عندنا كم اجازة في السنة او الاجازة كل سنتين، طب الاجازة كم يوم، هل هي paid vacation ولا not paid vacation، يعني اجازة مدفوعة ولا اجازة مش مدفوعة. كمان ممكن تسأل عن الالاونسز اللي هي البدلات، يعني medical insurance، الفود الاونس، الترانسبورتيشن الاونس، يعني بدل مواصلات بدل طعام، الفحص الطبي. ممكن تسأل كمان عن الريزيدنس بيرميت، يعني تصريح الإقامة او كده، مين على مين، مين اللي بيجدده، مين اللي بيدفعه. كل الحاجات دي ممكن تسأل عنها بشكل ظريف. مثلا بعد ما بتسأل الأسئلة بتاعتك وبيجاوبوا عليها، يفترض ان انت يكون معاك ملف كده وبتسجل فيه النوتس كده عشان ما تنساش، وتعرفهم انك دقيق، يعني برضو يعني ان انت بتسجل وراهم المعلومات ديت. خلاص بعد كده بتبدا انت تقول لهم يعني جود باي، سي يو، ثانك يو فيري ماتش، وتمشي. قبل بقى الانترفيو ده كله او اثناء الانترفيو في مجموعه تيبس كده، نصائح هنقول لك عليهم. اول حاجه انك زي ما قلنا قبل كده دايف اون جوجل سيرشنج about the company or the school، يعني تدخل على جوجل تبحث عنهم تعرف معلومات عنهم وتكون في الصورة. يعني number two review the most common interview questions، يعني راجع الأسئلة المشهورة في الانترفيو دي اللي احنا عملناها في part number 3 be friendly to everyone smile to everyone، لانه ممكن يكون الشخص اللي هو فتح لك الباب، الحارس ده او البواب، ممكن يكون بيدي تقرير عنك اصلا، وبعدين دي اخلاقيات المسلمين اصلا، انك انت يعني تبسمك في وجه اخيك صدقه، فما تدخلش كده ايه مكشر للعامل وتدخل جوه تبتسم، يعني ممكن العامل ده يكون هو اصلا صاحب الشركه. Number 4 keep your answer short but concise، يعني خلي اجابتك قصيره، ما تفتحش في الكلام، انت مش قاعد مع اصحابك خلاص، لكن مش معنى ان الاجابه قصيره تكون غير وافيه، لا خليها اجابه قصيره لكن دقيقه. Number 5 use your body language and your face movements and gestures، يعني خلي حركات ايدك وحركات جسمك وقعدتك وحركات وشك وتعبيرات وجهك كلها معبره عن اللي انت بتقوله، يعني لو بتحكي مثلا تجربه كويسه تبتسم، لو بتحكي حاجه مش كويسه يعني تتكشر شويه كده، بحيث ان الحاجات دي برضو بتعتبر من الحاجات الفعاله جدا في الانترفيو.
Number six, have a portfolio. The portfolio ده بيكون فيه CV بتاعتك, بيكون فيه notebook, بيكون فيها قلم, بيكون فيها البزنس كارد بتاعك أو البيرسونال كارد بتاعك, بحيث يبقى أنت معاك كل حاجة. لو طلب منك CV تقول له تفضل, لو طلب منك الكارت بتاعك تقول له تفضل, لو طلب منك تكتب بريد إلكتروني أو كده تكتبه, لو طلب منك إزازة كاتشب تقول له لا كاتشب لا. Number 7, have a list of questions to ask. وده اللي احنا قلناه في part 2 اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده في بداية المقطع. لو ما شفتوش ارجع وشوف الأسئلة اللي انت ممكن تسألها للانترفيور بعد ما هو يسألك ويغربلك يعني. Number 8, be confident and deliver yourself in a positive way. يعني خليك واثق في نفسك وقدم نفسك واعرض نفسك بشكل إيجابي كويس جدا بدون ما تهتز وبدون يعني ما تشعر بقلق أو أي شيء, كأن أنت يعني رايح تقول لهم لو ما خدتونيش أنتوا الخسرانين يعني. Number 9, tell them that you are the one for the job. قول لهم كده أنا ما حدش هينفع في الشغلانة دي غير أنا. Number 10, wear the right clothes for the interview. يعني انت لو رايح مقابلة رسمية في شركة او مدرسة او كده, البس اللبس الرسمي اللي انا كنت لابسه في part 1. لو انت رايح مقابلة يعني انت مثلا sports man او PE teacher او كده, فيش مانع انك تلبس لبس زي اللي انا لابسه دلوقتي. كويس. Number 11, keep a fair eye contact. يعني ما تفضلش مبحلق للراجل اللي بيعملك الانترفيو وما تفضلش باصص بعيد عنه كده يقول ايه ده هو قرفان مني ولا ايه. دي حاجة. الحاجة التانية المهمة ان انت لما يكون معاك اكتر من انترفيور ما ينفعش تفضل مركز طول الانترفيو مع واحد ومهمل للباقيين, ممكن يكون التانيين دول هم اصحاب الشركة يعني, فتبقى انت مش معبر صاحب الشركة وعمال تعمل انترفيو للشخص التاني, فدي شكلها وحش يعني. حاول توزع نظراتك على الانترفيورز الناس اللي هم بيعملوا معاك المقابلة. Number 12, ودي قلناها في part 1, turn negatives into positives. يعني حول الـ 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 الحاجات السلبية بتاعتك, الـ weak points بتاعتك لـ positive points دايما. Number 13, and the most important, arrive on time. يعني اوصل في معادك. طيب لو تأخرت, وارد ان يحصل ظرف او تتأخر او كده, لو تأخرت call them and apologize for lateness or apologize for not coming today. يعني تتصل بيهم لو اتأخرت وتعتذر عن التأخير او تعتذر انك مش هتقدر تيجي النهاردة, لكن تتأخر وما تعتذرش او ما تروحش وما تتصلش تعتذر, يعني كده انطباع سيء من البداية. ما تنسوش تعملوا اعجاب لصفحتنا على فيسبوك تعلم الانجليزية مع مستر هابي, والقناة بتاعتنا بنفس الاسم على اليوتيوب تعلم الانجليزية مع مستر هابي. You can subscribe for more videos. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hold my hand. There are many ways to do it right. Hold my hand. Turn around and see what we've left behind. Hold my hand, my friend. We can save the good spirit of me and you for another chance. And let's pray for the beautiful world. The beautiful world I share with you. Children seem like they've lost their smile on the new bloody playground.